السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله أنا هعمل معاكم فيديو تخزين الليمون، هعمله بخمس طرق مختلفة، كل طريقة أحلى من التانية، هيعجبكم جدا. زي ما انتم عارفين احنا داخلين على رمضان، كل سنة وانتم طيبين، بنحتاج الليمون جدا، وكمان بيجي في وقت من الأوقات سعره بيزيد، فعشان لما تحتاجيه في أي وقت تلاقيه موجود عندك. تعالي معايا تشوف احنا هنخزنه ازاي، وخليكي معايا خطوة خطوة ونشوف ايه التفاصيل، ان شاء الله هيعجبك جدا. أول حاجة انا طبعا الليمون انا نشفته ومسحته كله بمنديل، اي مناديل مطبخ او قماشه فوطه قطن، طبعا مش هتغسليه، احنا يدوب بس هننشفه او هنمسحه بالمنديل علشان يبقى نضيف معايا، تمام. وطبعا الكميه على حسب ما انت حابه، انا بس بعمل قدامك الافكار وانت بقى تخزيني على حسب ما انت عايزه. انا جبت معايا برطمان ازاز اي حجم يعني، وهبدأ ان انا احط فيه الليمون. زي ما قلت لكم انا مسحه كويس جدا، يعني عشان ما يكونش فيه اي اتربة او اي حاجة، فبنشفه كويس. وبعد كده هحط عليه مية، مية عادي خالص من الحنفية زي ما انتوا شايفين، ولازم ضروري ان المية تكون مغطية الليمون كله، ما يكونش باين منه اي حاجة كده، تمام. دي اول فكرة. طبعا المية دي هتتغير اقل حاجة كل اسبوع، يعني اهم حاجة في الفكرة الاولى دي ان المية تتغير اقل حاجة كل اسبوع، ممكن كل 10 ايام وممكن كل اسبوعين، وهنغطيها وهنسيبها على رف التلاجة، مش هيجرى له اي حاجة، هتقعد معاكي ممكن بالشهور، تمام. تاني فكرة معايا هي بالورق اللي هو الاكياس اللي هي الاسترتش اللي هي الغذائي دي بتاع الاكل، هبدأ ان انا افردها، تمام، وهحط فيها الليمون. ممكن تلفي كل ليمونة في لوحدها يعني، وممكن تعملي التلاتة مع بعض استغلال للوقت يعني، واستغلال كمان للمكان. فأنا هلف رول كده زي ما انتوا شايفين، عملت 3 ليمونات وطبعا بعدتهم عن بعض، وهقص بالمقص، وهحاول بقى ان انا افرغ الهواء اللي بين كل ليمونة وليمونة. فانا هلف الليمونه اللي في النص الاول زي ما انتم شايفين، وهخرج اي هواء فيها، واقفل الاطراف بعد ما اخرج كل الهواء اللي موجود جوه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا حجم الليمون بقى زي ما انت موجود عندك، فانت هتخزنيه سواء كبير او صغير، وقت ما هتحبي هتقطعي الليمونه وهتستعمليها. ممكن كمان زي ما قلت لك تعملي كل ليمونه لوحدها في كيس لوحدها. وهجيب بقى معايا اي علبة برضو تكون محكمة الغلق، اهم حاجة علشان ما يدخلش اي هواء يبوظ الدنيا. فانا هعمل كمان ليمون بنفس الطريقة، كل الوصفات دي يا جماعة عن تجربة حلوة جدا وبتعيش مدة اطول، بس اهم حاجة ان انت تحافظي عليه ان الهواء ما يدخلش ليه في اي وصفة من الوصفات اللي انا بقول لكم عليها دي، تمام. انا هقفل كده زي ما قلت لكم، لازم اخرج الهواء اللي جوه الكيس والف كويس كده واقفل الاطراف، وهحطها في علبة، وطبعا زي ما قلت لكم تكون محكمة الغلقة. طبعا هعمل كل الكمية اللي هتكفي العلبة دي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، تمام. تمام هبدأ بقى اجيب معايا شوكة او معلقة صغيرة وهبدأ احطها، وهغطي معايا العلبة كويس جدا، لازم تكون مقفولة كويس، وهسيبه بقى معايا في التلاجة. طبعا كل فترة هتبص عليه، وهتاخدي طبعا الليمون على حسب احتياجك انتي وعلى حسب طلبك، تمام. دي تاني فكرة معايا. تالت فكرة هو ان احنا هنعمل الليمون عصير، تمام. انا معايا عصارة الليمون ومعايا اللي هو مكعبات التلج دي وكمان الليمون. فانا هبدأ ان انا زي ما انتم شايفين الليمون معايا مش اصفر قوي، انا يعني قصده كده علشان الليمون يقعد معايا اطول فترة، تمام. فانا هبدأ احط الليمونة، يعني هقطعها نصين وهحطها كده في العصارة. انا عايزة العصير يكون مركز، هقول لكم ليه دلوقتي، وهبدأ اعصر كويس جدا. وطبعا انا هعمل كمية الليمون الموجودة معايا بنفس الطريقة لما اعمل كمية معقولة كده للمكعبات اللي انا مجهزاها، علشان انا لسه هجمدها في الفريزر.
بالشكل ده انا عملت جزء، وده القشر بتاع الليمون. طبعا مش هنرميه، احنا هنخزنه في الفريزر. لو حبينا ان احنا ممكن ينفع جدا في الصابون السائل اللي تغسلي بيه المواعين تفرميه وتحطيه عليه، وممكن كمان تغسلي بيه البوتاجاز، وممكن كمان ينفع للبشرة، يعني مفيد جدا مش هنرميه. تمام، انا بقى هبدأ احط عصير الليمون في المكعبات زي ما انتوا شايفين كده. ده عصير مركز، يعني ممكن جدا بعد ما يتلج تاخدي مكعب وتحطيه في كوباية المية وتحط عليه السكر وتزوديه مية، طعمه بيبقى خطير جدا، مفيش عليه اي مية خالص. تمام، وهنسيبه بقى في الفريزر عندي، مجرد ما هيجمد معايا او يتلج خلاص ممكن نفضي المكعبات دي في كيس ونعمل العصير مرة تانية، وهكذا لما تخلصي كمية الليمون اللي انتي حابة تخزنيها كده. تمام، هنرجع بقى لرابع فكرة معانا، هي ان احنا هنلف الليمون ده في ورق. تمام كده، اي ورق بقى عندك، ممكن ورق كراسة رسم، ورق كراسة، ممكن ورق جرايد. احنا متعودين من زمان ان احنا نلفه لما نكون مسافرين في اي مكان ومحتاجين الليمون كده يبقى معانا في اي وقت يبقى جاهز، فاحنا بنلفه في الورق ده عشان يقعد معانا اطول فترة. تمام، احنا هنقطع الورق على قد حجم الليمونة عشان انا هلف كل واحدة في ورقة لوحدها. زي ما انتوا شايفين كده انا جبت ورقة وهبدأ الف فيها الليمونة بالشكل ده، لازم اغطيها كلها بالورقة، بتبقى بالشكل ده. طبعا هعمل الكمية اللي انا حابة اعملها او اللي موجودة معايا هلفها بنفس الطريقة وبنفس الشكل، سهلة جدا مفيش منها اي مشكلة. الليمون ده يا جماعة بيقعد الطريقة دي بتقعد معاكي بالشهور، ما بيبش خالص، بالعكس الورق ده بيمتص اي رطوبة او اي مية من الليمون وبيحافظ على الليمون لأطول فترة ممكن. تمام، انا حطيته في علبة كده زي ما انتوا شايفين، هتغطيه برضو وهتدخليه التلاجة وهتسيبيه بقى معاكي، هيقعد معاكي اكتر من شهرين. صدقيني الطرق دي يا جماعة عن تجربة حلوة جدا، جربوها ان شاء الله هتعجبكم قوي. يبقى كده احنا خلصنا اربع افكار او اربع طرق لتخزين الليمون، كلهم زي ما قلت لكم احسن من بعض. الفكرة الخامسة بقى ان انا بخزن الليمون في كيس زي ما انتوا شايفين كده وبحطه في الفريزر يتجمد معايا، ووقت ما احب احتاجه لاي اكل، مثلا احتاجه اعصره على سمك على سلطة، بطلعه احطه في مية سخنة واستعمله عادي جدا، طعمه ما بيتغيرش وبيبقى حلو قوي. فالفكرة دي الخامسة. يبقى احنا كده عملنا معاكم خمس افكار وخمس طرق لتخزين الليمون، اللي هو في المية وكمان اللي في الورق واللي في الاكياس اللي هي الاسترتش الراب ده، وكمان اللي هو في الكيس اللي هو يعني كامل بنحطه على طول في الفريزر، في الكيسة في الفريزر يتجمد. وزي ما قلت لكم ان القشر ده مش بنرميه، احنا بنستفيد بيه في الصابون السائل وكمان في غسيل اي حاجة عندك في المطبخ، ريحته بتبقى جميلة جدا. يبقى انا معايا دلوقتي خمس طرق زي ما انتوا شايفين، كل طريقة من الطرق دي بتخلي الليمون يعيش معاكي اطول فترة ممكنة، بس اعمليه زي ما انا عملته قدامك دلوقتي وان شاء الله هيحافظ على الليمون لشهور معاكي، هتقعد معاكي شهور باذن الله. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، بس ياريت لو عجبكم ما تنسوش اللايكات والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للكل علشان يوصل لكم اي فيديو جديد بنزله. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.